بسم الله، اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم الزول في الأول أخواتي، ما زلنا في حساب الحلويات لجماعة المشاريع. اليوم إن شاء الله حبيت نشارك معكم حلوة تاع سنيكرز. كما تعودتوا عليا دايما نعطيكم المقادير ب 125 غرام باش تجربوا، وللأخوات اللي راهم يخدموا المقادير وثمن البيع في آخر الفيديو. أول حاجة هنا بسم الله أديت 125 غرام مارغرين، دوك نوري لكم كيفاش تنحوهم العلبة بلا ميزان. هنا أديت ملعقة ونص سكر ناعم، تقدروا توصلوا حتى 2 ملاعق. هنا أديت ربع ملعقة خميرة كيميائية، حبة بيض فانيلا، 3 ملاعق زيت و2 ملاعق نشا، 2 ملاعق مايزينا هنايا و3 ملاعق زيت. هذا هو الطابع اللي نخدموا به، قعدت عندكم الله أعلم قاع في الدار تاع الكوفخيت، هذاك اللي كنا بنخدموا به حلوة الكوفخيت. وهنا عندي الفارينة الدقيق، دروك نوريكم. شوفوا خواتاتي هنا العلبة تاع 500 غرام، اللي ما تعرفش تدي 125 غرام، دروك نوريكم كيفاش دير. راني نحاول كامل الأسئلة تاعكم نجاوبكم فيها في فيديوهات مختصرة. تدي العلبة تاعك غير بالملعقة تقسميها على أربعة بلا ميزانة، بلا ميزان تديها كما راني ديتها أنا هنايا. شوفوا خواتاتي، تقدر تخرج لكم 120، تقدر تخرج لكم 130، يعني ديك الخمسة غرام ماهيش رايحة تخسر لكم الوصفة. كاين واحدة تقول لك 125 بالتمام، لا لا خواتاتي، يعني أنا شحال من خطرة نخدم هكا، نقسم العلبة نص وراني نخدم بها، ولو أنه عندي ميزان، لكن أنا دروك راني نخدم تقريبا هذه، كي نكون حابة 250 نقسمها فقط على 2 وندي بلا ميزان، ما عندك ما تخافي. هنا ديت 3 ملاعق تاع الزيت، وديت هنا حبة تاع البيض وملعقة صغيرة تاع لافاني وملعقة ونص تاع سكر ناعم ولا 2 على حساب الحلاوة خواتاتي. أنا نقصت لها باسكو فيها التوفي فيها الشوكولا. بعد ذلك تخلطي بالمضرب الكهربائي ولا بيديك، المهم لازم شوفوا الخليط هنا كيفاش راهو صفر ومن بعد يرجع يعني بارد اللون تاعو، لازم تخلطيه مليح 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 حتى يرجع كريمي. بعد ذلك نروحوا نضيفوا له 2 ملاعق تاع النشاء تاع المايزينا، 2 ملاعق كبار تاع المايزينا خواتاتي، ما تستغناوش هنا على المايزينا، هي اللي تعطي التماسك للحلو. ومن بعد نضيفوا لها هنايا الفارينة الدقيق، وهنا ندو خواتاتي انتبهوا معايا لدي الملاحظة، ربع ملعقة صغيرة خميرة كيميائية، يعني في 500 غرام مارغرين تدو ملعقة صغيرة، لأني مانيش حابة تنتفخ بزاف هذه الحلوة، انتبهوا مانيش حابة تنتفخ بزاف هذه الحلوة. ومن بعد هنا راني نجمعها فقط، راني نجمعها فقط مانيش نعجنها، تعمدت أني نبطي شوية الصورة لأنه كاين أخوات، واحدة الأخت قالت لي يخرج لي منها دهن. ملاحظة ملهمة لبنات، رانا في الصيف المارغرين خرجوها مباشرة، كاين اللي يقولوا لكم لا لا خليها في المطبخ، لا لا خواتاتي، الآن في الصيف أنا مباشرة جبتها من الثلاجة وخدمت بها، هذه الملاحظة مهمة جدا. ولازم العجينة تجي متماسكة باش الشكل تاعها ما يخسرش، تدي كمية تجربيها، إذا شتي ما خرجتلكش تجربي حبة دخليها الفرن، إذا شتي الشكل تاعها قعد هو كملي العجينة تاعك، إذا شتيها تفلطحت زيدي لها شوية فارينة وهكاك. شوفوا أنا خواتاتي هنا، أنا هذه الوصفة خواتاتي ما درتهاش حبة فوق حبة، حبة سنيكرز ما تجيبش حبة فوق حبة، كاين بزاف يديروا حبة فوق حبة، وثاني جماعة المشاريع حنا تعاوننا، حبة فوق حبة راهو وقت على حبة فقط تخدموها. بصح ثاني ملاحظة مهمة، تحمروها مليح في الفرن، شوفوا خواتاتي الشكل تاعها بقى هو هو، لازم تنتبهوا لهذه الملاحظات. بعد ذلك ديت هذه لابوش وديت هذه الكريمة تاع الطوفي، خواتاتي كاين طوفي كاين طوفيا كاين شعل من نوع، انتوما اللي ظهر لكم مدوه، كاين النيستلي اللي حبت تخدم بالنيستلي، تدو فقط هذا الوسط تخدموا به. ومن بعد تدو هنا نصف حبة كاوكاو، نصف حبه كاوكاو خواتاتي، هنا يبان لكم الكاوكاو بزاف، انا في ذي الكميه في كيلو، في كيلو اورطل اللي خرج لي تاع صابلي اديت غير 100 غرام كاوكاو، يعني ما تاكل والو خواتاتي. سنيكرز بالكاوكاو ماشي باللوزه، بس تجي وحده تقول لي باللوز ولا بالجوز ما كاينش منها، سنيكرز بالكاوكاو يعني باش فقط برك ما تفهموا خواتاتي. دروك هنايا كي نكمل كامل لازم لازم تدوها المجمد، اذا ما ديتوهاش المجمد كي نكلاصوها بالشيكولا طيح لكم. بعد ما تدخلوها المجمد واحد الربع ساعة 20 دقيقة ولا نصف ساعة، رحت ديت هذه باتا غلاسي، أنا خواتاتي هذه باتا غلاسي ديت منها 500 غرام لهذه الكمية، 250 لهذه الكمية، هذا ما كان درت لها 2 ملاعق زيت، هذا ما كان ما ديتش فيها حتى حاجة، تقلاصي لكم 500 غرام تقلاصي لكم وزيادة،
اذا استعملتوا دادا حسبوا بالحساب تاع دادا. انا هذه نشري ال 500 غرام نشريها ب 11000 ولا 12 الله اعلم، باسكو هذه تاع 4 كيلو وتقلاصوها هكذا دروك باسكو دقيقه دروك تنشف لكم لانها كانت في المجمد وتعاونكم في هذه. هذه شويه نحسبوها شويه ثمن زايد، علاش؟ لانها تدي واحد المراحل، ولو انها شعر سهله ولذيذه والحبه تاعها تجي كبيره اخواتي. هذه الحبه تاعها في كيلو تخرج لكم 20 حبه فقط، لان الحبه تاعها راكم عارفين الحبه تاع سنيكرز تجي كبيره اخواتي. هذه الملاحظه ثانيه مهمه، انكم لازم دائما تنظفوا الحلوه تاعكم، دائما نعطيكم هذه الملاحظات، نظفي الحلوه تاعك، لا فينيسيون النظافه والمنتوج تاعك لازم يكون مليح. هذه من اهم النقاط باش تنجحي في المشروع تاعك تاع الحلويات. هاي الحبه تاعنا تاع الحلوه حمريها مليح من الاسفل وديريها في كيسات، يعني هنا كيسات عاديه من غير اذا شرطت عليك صاحبه يعني الطلبيه حاجه ديريها لها. هنا هاي اخواتاتي شوفوا كي نحلها، هذه كما راكم شايفين هنايا هاي وكيفاش تخرج لنا ما شاء الله. هذه هي إبان، هذيك تحبوا تزيدوا توفي أكثر من هكا تقدروا، يعني الكمية تعود لكم. أنا درت هذه الكمية فقط، إذا حبيتي تكثري كثري، على كل حال هذاك يعود لك أنتيا. وشوفوا الهشاشة تاعها ما شاء الله. الآن بالنسبة للجماعة تاع المشاريع راني راح نعطيكم الآن الثمن ونفهم لكم واحد الحاجة في الثمن، انتبهوا فقط خواتاتي فقط في بعض الملاحظات راح نعطيها لكم. أنا الكمية اللي درتها اليوم هي 125 غرام، 125 غرام خرجت لي 800 غرام تاع الكاطو. انا باش نتحصل على كيلو ضاعفت المقادير، تحصلت على كيلو ونص. في 250 غرام مارغرين تتحصلي على كيلو ونصف، فهمتوني؟ نتمنى راني كيما الشمس، فهمتوا فهمتوا. انا 250 غرام مارغرين، 3 ملاعق سكر ناعم، 6 ملاعق زيت، 6 حبات بيض، والشوكولا راني حاسبت لكم كلش اخواتاتي. هذه الثمن تاعها الاجمالي 40000، يعني انا دايره 40000، يعني في 38000 ونص راني دايره 40000 بزياده، باش اون كادرتو طوفيا هكا ولا يعني بزياده 40000 الثمن الاجمالي. هذه الحلوه اخواتاتي قادره تبيعيها 80000، بصح برا كامل الحلواجيات راهم يبيعوها 100000، كاين اللي هو يبيع حتى 120000 للكيلو. انا نعطيك نصيحه بيعيها 100000، يعني كوني مع المتوسط، لا بليبار راهم يبيعوها 100000. اذا الكيلو فيه 20 حبه، يعني الحبه تبيعيها 5000، اذا بعتي الكيلو 80000 الحبه تبيعيها 4000. هذه هي اخواتاتي، هذه هي الملاحظه اللي حبيت نمدها لكم. ان شاء الله نكون فهمتكم، هذو هما كامل المقادير اللي كنت حابه نوصلهم لكم. اذا ما فهمتوش اي حاجه نتمنى انكم تكتبوا لي في التعليقات لتحت، وسمحوا لي اذا مانيش نرجع بزاف على التعليقات، راهي راني شويه مزيره هذو الايام في الوقت تاعي. حبيبتي راكي في قناه حلويات إليانا، دمتي متالقه، ديما كنت لهنا التلميذ ارسي بليليس.